بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح ابن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي إمام وخطيب مسجد قباء. نرحب بفضيلته في بداية هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله سيد فيصل، حيا الله والإخوة جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أمين. في الحلقة الماضية بدأنا بالحديث عن مطلع سورة النجم، ووصلنا إلى قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. نبدأ بالمقصود بشديد القوى في هذه الآيات. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الآيات الكريمة مرتبطة بما قبلها، فالله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، إن هو أي الذي ينطق به إلا وحي يوحى، أي يوحى إليه. فلما ذكر الله جل وعلا أن القرآن وحي من رب العزة تبارك اسمه وجل ثناؤه، بيّن كيفية وصول الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: علمه. تعلم سيد فيصل، هناك علم وهناك علم وهناك أعلم، فعلم تتعدى إلى مفعول واحد، يقال علم الرجل الأمر، وأما علم فتتعدى إلى مفعولين، وأعلم تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهنا جاء الفعل علم أي يتعدى إلى مفعولين. علمه شديد القوى، يصبح المعنى هناك معلم وهناك معلم وهناك شيء يتعلم. فأما المعلم الذي علم، الفاعل للفعل علم هو جبرائيل، وهو جاء عنه التعبير هنا علمه شديد القوى، فشديد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة للفعل علم. وأما علمه، الهاء في علمه عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح الذي تعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم ماذا؟ تعلم القرآن، أخذ القرآن عن جبريل. وعلم هنا أقرب إلى معنى أنبأ، فالذي نزل بالقرآن من عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وهذا أمر مقطوع به، لأن القرآن نزل به صريحا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأمر يعني لا يقبل التنازع ولا يقبل الأخذ والعطاء في الأقوال. حتى في الكتب السابقة أن من ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، هذا الذايع المشهور، كما حصل في قضية ورقة بن نوفل، قال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. علمه شديد القوى، عبارة شديد القوى تدل على عظيم خلقة جبرائيل عليه السلام، وهي أشبه يعني تقرب المعنى للناس على أن هذا الملك الكريم قوي بحيث لا يستطيع أحد أن يستضعفه فيأخذ منه ذلكم الوحي. علمه شديد القوى ذو مرة، هذه ذو صفة لشديد، ذو مرة فاستوى، أي مع شدة قوته، إلا أنه ذو هيئة حسنة. وقد يقال في اللغة أن ذو مرة بمعنى آخر، لكن كلها تدور في هذا الفلك حول أمانة جبرائيل وقوته وكمال خلقه وطهارة روحه، كل هذه المعاني تدور في هذا الفلك. قد دلت الآثار على عظيم منزلته وجليل مقامه عند الله، وفي حديث النواس بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فيكون أول من يسمع وحيه جبرائيل عليه السلام، إلى آخر الحديث.
فهذا الملك الكريم له مقام عظيم عند الله، ومعلوم وقد مر معنا أن الملائكة عليهم السلام هم أنفسهم مقامات كما جاء في النص الصريح، وما منا إلا له مقام معلوم، فكل أوكل الله جل وعلا إليه شيئا. فهذا الملك الكريم نعته الله جل وعلا بقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. نبقى هنا عند فاستوى. بعض أهل العلم يقول فاستوى أي تهيأ جبرائيل ليقوم بحمل الرسالة، وبعضهم يقول استوى بمعنى ظهر في خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها، وبعضهم ذكر هذا ابن جرير قال معنى فاستوى بمعنى وقت ما كان جبرائيل في الأفق الأعلى استوى هو ومحمد، فيعطف على معطوف محذوف. المدرسة الكوفية في النحو تساعد على ما ذهب إليه ابن جرير هنا، لكن البصريين لا يرون هذا، والأظهر أن لا أرى يعني مصوغا للقول بهذا القول أن يقول فاستوى وهو يعني محمد وجبريل، إنما المقصود الحديث هنا عن جبريل وكمال خلقته. يظهر لي أن الأخذ بهذا المنحى في فهم الآية أولى مما ذكره بعض الأئمة. فقال الله جل وعلا ذو مرة فاستوى متى وهو بالأفق الأعلى. الأفق هذا يدل على أن المسألة كانت في الأرض، لأن الإنسان إذا نظر بعينيه إلى السماء ثم التقى حاجبه مع قوس السماء هذا يسمى أفق، إما جهة المشرق وإما جهة المغرب. فقال الله جل وعلا يقول فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. بعضهم يقول أصلا تدلى فدنا، لأن الدنو يكون بعد التدلي، ولا أرى أن هناك حاجة إلى مثل هذا التقديم والتأخير، لأن أسلوب العرب يدل على أن هذين الفعلين المتتابعين على مسألة التقريب، على أن هذا الأمر حصل كأنه شيء واحد، على قريب من قوله امرئ القيس في خيله مكر مفر مدبر مقبل مع. بعض الأشياء كأنها تحصل في وقت واحد. ثم دنا فتدلى، والرهبة الآن هنا حال يسمعها السامع ويتلو القرآن وهو يتصور جبرائيل في الأفق ثم يقترب شيئا فشيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض ولم يكن في رحلة الإسراء والمعراج. سيأتي خبر الإسراء والمعراج. ثم دنا فتدلى، من الذي دنا فتدلى؟ جبرائيل قطعا، ومن قال بغير هذا فقد وهم. ثم دنا فتدلى فكان الذي هو جبريل قاب قوسين أو أدنى. نحن الآن عندما ندرس الفقه ونتكلم عن متى يسوغ للمؤمن أن يصلي ركعتي الضحى أو صلاة العيد أو ما إلى ذلك مما يقع من الشعائر بعد صلاة الفجر، فنقول لمن نعلمهم كما هو شائع في كتب الفقهاء ومصطلحاتهم والمتون، نقول حتى ترتفع الشمس قيد رمح. فالعرب كانت المسافات تقيسها بالباع والرمح والقسي والذراع والشبر والفتر والإصبع، فهذه المفردات التي يستعملونها في أقيستهم. فالقوس عندهم معروف يكاد يكون حاله واحدة، يستخدمونه للرمي بالسهام. فأحيانا عندما تريد أن تقرب شيئا تنبه أخاك محدثك إلى أمر ما لا بد أن تقول له شيئا تعرفه ويعرفه، فيكون شيئا شائعا ذائعا بينكما مشترك، وإلا لا معنى لتلكم المخاطبة. فالقسي ما كانت تنزل من أيديهم، والذي ليس عنده قوس محال أنه لم يكن قد رأى قوسا، كما أنه محال أن لم يكن قد رأى رمحا. فكانوا يعبرون بالمسافات عن هذه الطريقة. حتى لو قلت لأحد من الناس مثلا بيني وبينك شبر، فلا أحد يجهل ما هو الشبر، لكن لغة القرآن عالية سامقة من لدن العزيز الحكيم، فالتعبير مراد به قرب المسافة. فكان قاب قوسين أو أدنى، والمراد أن جبرائيل دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد. فقال الله جل وعلا هنا ثم دلا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لما بلغ جبرائيل هذه المرحلة والمنزلة والقرب الحسي والمعنوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه وحي الله. لكن القرآن يبين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلاغيا ما يعرف بشيء من الالتفات، فقال الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، المعنى ظاهر، فأوحى الله
إلى عبده محمد بواسطة جبرائيل ما أوحاه من القرآن، هذا هو المعنى. لكن المراد هنا بعد أن زيلت الشبهة وظهر أن الذي دنا فتدلى هو الموصوف بأنه شديد القوى، هو الموصوف بأنه ذو مرة، هو الموصوف بأنه استوى في الأفق الأعلى هو جبرائيل عليه السلام، أصبح لا غضاضة لا حرج لا التباس لا إشكال في أن يعبر بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولفظ العبودية مر معنا كثيرا، وهذا يدل على المقام الرفيع وجليل المكانة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال ربنا بعدها ما كذب الفؤاد ما رأى. معنى ما كذب الفؤاد ما رأى، أحيانا عينك ترى شيئا لكنك تعلم أن الواقع الذي تعيشه لا يساعد على تصديق ما ترى، فيكذب فؤادك عينك ويسمى هذا توهم. قالت العرب كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلص الضباب من الرباب خيالا، ده بيت أظنه للأخطر. كذبتك عينك أي توهمت عينك، فالإنسان إذا توهمت عينه ولو جف يعني عينه أجلبت بكل شيء على أن تصدق فإن القلب لا يقبله، والقلب هنا العقل الذي في القلب، الفؤاد هنا العقل الذي في القلب الذي إليه منتهى الإدراك البشري. فقال الله جل وعلا هنا ما كذب الفؤاد ما رأى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ببصره جبرائيل ورزق أن يقبل ما رأى، وإلا لا يكون هنا تثبيت، وهذا من تثبيت الله جل وعلا لنبيه، وهو مندرج جملة في قول الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك. فالله جل وعلا ثبت قلب فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس سهلا عليه أن يرى جبرائيل في هيئته التي خلقه الله تعالى عليه أول مرة، وقد سد الأفق واستوى بالأفق الأعلى سلام الله عليه، ومع ذلك لم يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت الله له أن هذا وهم غير واقع، وإنما كان على بينة من أمره وأن ما يراه بعينيه حقا. وهذا معنى قول الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه على ما يرى، الإنسان أحيانا يرغب في أن تدر ناقته لبنا فيأتي يمسح عليها ليدر ضرعها، هو لماذا يمسح؟ يمسح حتى يستجلب يستخرج تعطيه كل ما عندها، هذا أصل كلمة مرأة. فانتقلت بعد ذلك هذا اللفظ إلى أنك تخاطب أحدا فتماريه تجادله حتى تخرج كل مكنونه كما هو يماريك حتى يخرج كل مكنونك. فقال الله جل وعلا هنا أفتمارونه على ما يرى، أي ما زلتم في أخذ وعطاء ومجادلة ومغالبة لنبينا صلى الله عليه وسلم على أن حدثكم أنه رأى جبرائيل وأنه أوحى إليه من الله جل وعلا بما شاء الله، وأنه نزل بالقرآن من عند الله، وأن الله جل وعلا بعث هذا الناموس الأكبر والملك الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم يؤيده وينصره ويبلغه نعمة ربه جل وعلا وهي القرآن. وهذا كله تقريب لصفة جبرائيل عليه السلام. أحيانا يأتي الخطاب عام فكأنك ترى أحدا من البشر شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم أحيانا يبتعد بك الخطاب القرآني حتى يبين لك أن هذا ملك فيقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولو كان بشرا يعني لم يعد هناك مجال لأن يعني يقال في القرآن ما كذب الفؤاد ما رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألف رؤية البشر، ليس مثل هذا بمستنكر ولا تدفعه العين ولا يدخله التواهم، إنما يدخل التواهم في الأشياء التي لم تألف العين أن تراها. لكن من هذا يفقه ويفهم أن الأمر كله قائم على تثبيت الله جل وعلا لأي عبد، من أراد الله به خيرا ثبت فؤاده على ذلكم الخير الذي رزقه الله جل وعلا إياه، ثبت الله قلبنا وقلوبكم على الحق. اللهم آمين. لا زالت هناك بعض الآيات ولكن وقت الحلقة لا يسعفنا، سوف نستكمل الحديث بمشيئة الله تعالى عن قصة الوحي بمشيئة الله في الحلقات القادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى الملتقى بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل ابن جريان العتيبي. تنفيذ ماجد ابن راشد الدباس.